حضرتك سنة 97 بشهر السابع تحديداً قررتي الهجرة ورحلة البحث عن وطن. شلون صار قرار الهجرة؟ احكي لي عن ليلة السفر، شلون كانت كواليسها؟ يعني أنا سافرت حالي حال كل الناس، وصراحة كان هدفي بالبداية إنه أنا عندي بنت، فحبيت إنه يصير لها كمستقبل بالدراسة، ففكرت إنه أطلع على مود إنه أنا وأعرف كل الزين إنه مستقبل الدراسة بالدول الأوروبية كلش قوي، فأني حطيت هدف براسي إنه أنا يعني لازم أطلع ويا مها على مود إنه هي تدرس برا وتحصل شهادة، لأن أنا كان من البداية إنه أريدها تكون دكتورة، فهذا الهدف هو اللي خلاني إنه أطلع أغادر العراق وأدور لها على مكان إنه يكون بيها مستقبل يعني بالنسبة للدراسة. صراحة أنا كلش يعني حبيت بريطانيا من ناحية إنه كمستقبل للدراسة نمبر ون، بس الجو الوحيد اللي هنا أمطار على ضباب طول السنة شتاء، فهاي الشغلة الوحيدة اللي ما حبيتها ببريطانيا. سمعت إنه والد حضرتك اندفن أيضا ببريطانيا بلندن. أي نعم، السنة اللي فاتت الله يرحمه. الله يرحمه أكيد.